بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن تكلمنا على الآيتين السابقتين ابتداء من قوله تعالى لا يستوي القاعدون إلى قوله تعالى في الآية الثانية وكان الله غفورا رحيما، وقفنا عند هذه الجملة في ختام الآية الثانية وكان الله غفورا رحيما، غفورا كثير المغفرة ورحيم كثير الرحمة، فهما اسمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان صفتين من صفات الله عز وجل، وهما المغفرة والرحمة. المغفرة للمذنبين، والغفر أصله الستر، في أن الله يستر خطاياهم وذنوبهم ويغطيها بالتوبة عليهم، ورحيم بهم سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته الواسعة، بل يرحمهم برحمته الخاصة بالمؤمنين، لأن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وما وجه المناسبة في ختم هذه الآية وكان الله غفورا رحيما؟ المناسبة والله أعلم أنه لما عذر أصحاب الأعذار عن الجهاد في سبيله، وأيضا لم يؤاخذ القاعدين من غير عذر، فهذا دليل على مغفرته سبحانه وتعالى، مغفرته للقاعدين، لأن قعودهم فوات خير كثير عليهم، ورحمة للمعذورين من المرضى وفاقد البصر والأعرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بل ومن رحمته أن هؤلاء المعذورين الذين تخلفوا عن الجهاد لعذرهم، إذا كانوا ينوون الجهاد ولولا العذر لا جاهدوا، فإنه يكتب لهم ما للمجاهدين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته إن في المدينة قوما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله معنا وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته، أن من نوى الخير وتركه عجزا عن القيام به فإن الله يكتب له أجر من قام به. مثال ذلك أيضا ما جاء في الأحاديث أن من كان له قيام من الليل أو صيام تطوعي من النهار وتركه لسفر أو لعذر، فإن الله يكتب له أجر المقيم وأجر الصحيح بناء على نيته الطيبة. فهذا من سعة فضل الله وكرمه على عباده، وكان الله غفورا رحيما. كان الأصل أنها للماضي،
ولكن المراد هنا أنها للاستمرار، كان الله ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما، لأن أسماء الله وصفاته ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، الأسماء والصفات الذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأما صفات الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. وهذا في هذه الآية وكان الله غفورا رحيما اسمان من أسماء الله ذاتيان ملازمان لذاته سبحانه وتعالى، فتكون كان للاستمرار والدوام، وهذا فيه تطميع المؤمنين برحمة الله وفضله وأنهم لا يقنطون، فالذين حبسهم العذر والذين لم يخرجوا في جهاد الطلب فإن الله جل وعلا لا يخيب آمالهم ولا يقنط من رحمة الله في المستقبل. ولهذا قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، لما ذكر التفضيل بين القاعدين والمجاهدين قال وكلا من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى وهي الجنة، لوجود الإيمان في الفريقين، وإنما امتاز المجاهدون بالجهاد في سبيل الله، ولكن هؤلاء الذين لم يجاهدوا قد وعدهم الله الحسنى بإيمانهم. وهذا لأجل ألا يفهم من تفضيل المجاهدين على القاعدين، لا يفهم أن المقصود تنقص القاعدين، وإنما فيه التفضيل من غير تنقص للمفضول. وهذا كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا فيه أن المؤمن وإن ترك بعض خصال الخير فإنه على خير بإيمانه، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن المؤمن على خير، ولكن الإيمان يتفاضل والمؤمنون يتفاضلون بأعمالهم، وكما قرر أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.